بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بالجميع. نلتقي مرة أخرى في سلسلة محاضرات مقياس الفرد والثقافة الموجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية. في آخر محاضرة تكلمت من قضايا الهامش بالنسبة للفرد على مفهوم الهجرة، وفصلنا في قدر الإمكان انطلاقا من التعريف وانتهاء بالآثار المترتبة ثقافيا على هذه الهجرة. اليوم موضوعنا في هذه المحاضرة نتكلم كذلك من قضايا الهامش بالنسبة للفرد، العنف. نأخذ في العناصر التالية تعريف مفهوم العنف، ثم العنف وبعض المصطلحات المشابهة والمتداخلة، ثم أنواع العنف والعوامل المولدة له، وأخيرا الآثار المترتبة عليه. كما جرت العادة ننطلق من تمهيد للموضوع لموضوع المحاضرة. أقول أن العنف هي سمة إنسانية وجودية كانت وما زالت منذ البدء حتى يومنا هذا، وأخذ العنف مظاهر وأشكال وعوامل وأثار تختلف باختلاف الظروف والأزمنة. والعنف فالعنف قدم الوجود في حد ذاته، ومنذ بداية التاريخ، ولعل أول حدث الصراع بين البشر تمثل في خلاف بين ابني آدم قابيل وهابيل. حتى البعض يقول لك لكل واحد فينا بداخله هابيل وقابيل، معناها الخير والشر، وذي للأسف عندما تطغو أو تهيمن الأنانية وحب الذات والطمع والجشع إلى خلية على حساب الخيرية في الإنسان، فيظهر منه مجموعة من السلوكات تدل على أنه أكثر عنفاً في هذا الموقف أو ذاك. لكن كذلك الملاحظ أن أصبح العنف بأشكاله المختلفة مظهر يسود تقريبا المشهد اليومي في حياة الإنسان، إن على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي، ويأخذ أشكال وأنواع وتمظهرات إدارة المرض أو اللا سواء أو الشذوذ. بمعنى وكأن مدام قلنا أن العنف هو قدم البشرية، فهو يأخذ مستويات في هذا التواجد مع الإنسان، من الحد الطبيعي العادي إلى المستوى الخطير والشاذ والمرضي والمدمر. فالإنسان في بعض الحالات قد يتعامل بشكل عنيف مع بعض الأشياء والموضوعات حتى الأفراد، ولكن يبقى ذلك العنف في مستوياته المقبولة اجتماعيا وقانونيا، وفي بعض الحالات تزيد وتيرته وشدته وحتى نوعيته مما يتسبب في كثير من الأمراض. ويبقى العنف كمصطلح تتقاسمه مجموعة من العلوم في الدراسة من حيث التشخيص والوقوف على العوامل المولدة له، ثم محاولة التفسير من خلال هذه العوامل، ثم محاولة تقديم بعض الاقتراحات أو الحلول على الأقل من أجل ماذا؟ التقليص من أثاره وتجفيف منابعه قدر الإمكان، ومن الصعب نقول إلغائه من الوجود الإنساني لأنه جزء من مكونات الإنسان في حياته، خاصة في مستويات دنيا مقبولة إلى حد ما. فهذا الاهتمام الأكاديمي والعلمي كذلك تقسمته مجموعة من الأنساق المعرفية المختلفة، فيها ما هو علم النفس، وفيها علم الاجتماع، وفيها الأنثروبولوجيا، وفيها الجانب السياسي والجانب الأمني والخدمة الاجتماعية، الجانب الإعلامي، كلها اهتمت بموضوع العنف، لأن العنف قد يكون عنف لفظي، لا لفظي، مادي، إعلامي، عصبي، ديني، رياضي، يعني يخذ أشكال متفرعة جدا. لهذا أصبح ضرورة بد من مراجعتها مواجهتها والتقليل قدر الإمكان من مضارها المدمرة. هذا كمدخل على ضرورة الاهتمام بموضوع العنف، وخصت لذلك كثير من المتقيات الإقليمية والوطنية الدولية
من أجل التفكير في آليات والبحث على إجراءات محاولة على الأقل للتحجيم أو التقليل من أثاره كما ذكرت العنيفة جدا على مستوى الفردي ومستوى الجماعات ككل. فمن حيث التعريف اللغوي لهذا المصطلح، في الغالب أن العنف لغة هو الشدة والمشقة والغلظة، وهو ضد الرفق، وكل ما في الرفق من خير ففي العنف من شر مثله. فالتعنيف هو التوبيخ والتقريع واللوم إلى آخره. فنقول بلي أن العنف هو ضد اللين أو ضد الرفق. ومعجم مصطلحات معجم لسان العرب لابن المنظور يرى بالعنف بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق. عنف به وعليه يعنف عنفا وعنفه وأعنفه وعنفه تعنيفا، كلها يدل على أن الرجل يتعامل بشدة وقسوة، إما أن على موضوع الموضوعات أو الأفراد إلى آخره. أما اصطلاحا فله عدة تعريفات مختلفة حسب العلماء وحسب المنظرين المهتمين بموضوع العنف، فهناك من يعرف على أنه سلوك يستهدف في الحق الأذى بالآخرين أو بممتلكاتهم، هذا واحد من التعريفات. وممكن يكون من ناحية عرفه ماسلو، هذا ماسلو مشهور ومعروف، عندهم يسمى بهرم الحاجات لماسلو، ويشكل لنا هرم أعطانا مجموعة حاجات الإنسان يصل إليها ويسعى إليها ابتداء من الحاجات الفيزيولوجية إلى قمة الهرم، هي حاجات تحقيق أو تقدير الذات. وحسب ماسلو أن لا يمكن الإنسان أن يرتقي من مرحلة في الحاجات إلى مرحلة أخرى إلا عندما يتم إشباع الحاجة الأولى والقاعدية. فلا يمكن الانتقال من الحاجة الفيزيولوجية إلى الحاجة إلى الأمن إلا إذا كان تمت الحاجة أو المرحلة الأولى. فيقول عن موضوع العنف هذا العالم ماسلو بأنه هو سلوك يلجأ إليه الإنسان لتحقيق ماذا حاجاته الأساسية ذكرناها سابقا، نتيجة الإخفاق والفشل في إشباع الحاجات الفيزيولوجية. فعندما يفشل الإنسان في إشباع الحاجات الفيزيولوجية اللي تمثل في حالة الأكل والنوم والجنس إلى آخره، فعندما يفشل في تحقيقه فيلجأ إلى العنف كوسيلة من أجل لأنها حاجات أساسية حسب معتقد ماسلو، لأنه لا يمكن ننتقي إلى مرحلة أخرى من الحاجات إلا إذا كانت إشباع للحاجة. في حالة الفشل أو الإحباط فيلجأ إلى العنف من أجل كوسيلة لإشباع هذه الحاجات الأساسية خاصة. نوربال سلامي معروف، عنده كتاب معروف، عنده قاموس في علم النفس، بأنه هو استعمال مفرط للقوة ولكن بشرطين، من خلال ماذا؟ نفي القانون ونفي حق الفرد. لو كان يتوفر هذا الشرطين يصبح عندنا وسمى بالعنف المشروع عندما تدخل دولة أو سلطة في اتجاه معين بحكم القضاء إلى آخره. أما حسب نوربال سلامي يكون العنف هذا هو سلوك استعمي في القوة ولكن من خلال نفي القانون ونفي حق الفرد، معناها الفرد يقوم أو مجموعة تقوم بالعنف بدون وجهة قانونية ولا من حق الفرد الدفاع عن نفسه إلى آخره، فهذا هو العنف. يعرفه كذلك تشارلز ريفيرا وكينيت سويزر بأنه هو استخدام غير العادل للقوى من قبل الأفراد لحق الأذى بالآخرين والضرر بممتلكاتهم. كذلك يمكن تعريف العنف بأنه استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها. ففي كل الحالات أن العنف يمكن ينتظروا أنه نوع من التصرف السلوك يهدف أساسا إلى حق الأذى بالآخرين، وقد يكون هذا الأذى جسميا يعني ماديا، وممكن يكون لفظيا يعني معنويا، وهو تقويض وانتهاك لشخصية الغير من خلال التعدي عليها أو إذلالها أو إنكارها أو تجاهلها أو الاعتداء عليها أو العدوانية إلى آخر اتجاهها، كلها تب في خانة ما يسمى بالعنف. فهذا العنف كما ذكرت سابقا ممكن يصبح عند بعض الأفراد ما هو الآلية لإشباع الحاجات المختلفة، فعندما يفشل أو يصاب بإحباط لموانع تحول دون إشباع أو تحقيق رغباته المختلفة، فيتباضي نفسه في نفس آلية إلى الميل إلى هذه الآليات من أجل إشباعها، وهو الاعتماد على عمل أو ظاهرة أو سلوك العنف. وللعنف
هناك مصطلحات مشابهة للعنف متداخلة معه، من الأفضل دير عملية فرز لهذه المصطلحات. مثلا نتكلم على العدوان لاغريسيون، بعض يقول لك استاذ ربما العنف هو العدوان، لا هما كثير، هما في تمظهراتهم الاثنين يهدفوا الى الاذى او الحاق الاذى بالاخرين، ولكن الاختلاف اين؟ ان العنف هو جزء من العدوان، وشكل من اشكاله، سواء كان ذلك العدوان على الافراد او على الممتلكات. فعندما شخص يعتدي على ممتلكات او افراد يسبب حاله تسمى بالعدوان او على المجتمع ككل. لكن العنف ياخذ مظهر جليا بانه سلوك في الغالب عدواني مستمر مقارنه بالعدوان، بمعنى وكان العدوان هذا مصطلح كبير بداخله جزء منه هو يسمى بالعنف. كما ان العنف في الغالب له طابع مادي، فيزيقي، في حين ممكن ان العدوان ياخذ اشكال اخرى، مظاهر ماديه ومعنويه ايضا. فالشتيمه، الاستهزاء، السخريه تدخل في اطار ما يسمى بالعدوان وليس العنف المباشر. فاذا بناء على ذلك فان العدوان هو اشمل واكثر عموميه من العنف، كما يبدو في تصرف هجومي غير مشروع نحو الغير او في مظاهر تحد من حريه الاخرين او الاعتداء او مضايقاتهم الى اخره، كلها من مظاهر العدوان. وبالتالي نخلص نقول ان كل عنف يعد عدوانا والعكس غير صحيح. نعاود ان كل عنف هو مظهر من مظاهر العدوان، ولكن ليس كل عدوان هو عنف. ممكن يقتصر العدوان على المظهر المادي دون المظهر المظهر المعنوي دون المظهر المادي، وبالتالي يقع في اطار ما يسمى بالعدوان وليس العنف. نعاود ان كل عنف يعد عدوانا لانه جزء منه، والعكس غير صحيح، معناها ليس كل عدوان هو عنف بالضرورة. عندنا مصطلح آخر هي الأجريسيفيتي أو العدوانية، طبعا مشتق من كلمة العدوان، هو الاستعداد أو الميل. كل شخص عنده عدوانية معنى عنده استعداد أو ميل للمهاجمة أو البحث عن إثبات الذات بطرق فيها أذى للآخرين، معنى عنده استعداد. فعندما يقوم بالفعل هو الاعتداء، وبالتالي هو هجوم بشكل مباغت لشخص او جماعه على شخص اخر، وهو السلوك الدال على العدوانيه. معنى العدوانيه هي عمليه ميل عند الفرد الداخلي، فعندما يجسده في الواقع هنا هو هذاك القيام يسموه بالاعتداء، وياخذ مجرى اما يكون عدوان باشكال مختلفه او عنف مباشر محدد في مده وعلى شخص او على جهه معينه. هذا مصطلح مشابه كذلك هو الارهاب، تيروريزم. وهذا المصطلح خذ كثير من تجادلات ومن جدال ومن التجاذبات بين المفكرين والسياسيين واصحاب القرار، لان من الصعب الوقوف عليه. ولكن البعض يشوفه بالارهاب هو شكل من اشكال العدوان وعنده علاقه بالعنف لانه فيها الحاق الاذى او الضرر بالاخرين. ولكن البعض يشوف لفظة الإرهاب فقط قد تنطلق على مدلول ارتبط بملابسات وظروف وأحداث تطبيق مظهر نفسي وفكري وخلقي واجتماعي وسياسي، معناها أخذ أبعاد كبيرة خاصة الجانب السياسي والأيديولوجي. هذا ما صعب على المهتمين بإيجاد تعريف شامل جامع ومانع لهذا المفهوم، وكل دوائر والهيئات الأكاديمية السياسية تحاول تعطي معروف حسب اهتماماتها وحسب تصوراتها. نعطي مثال على الواقع المعاش، فمثلا عندما يقوم فلسطيني بعملية استشهادية معينة أو عملية فدائية، كل القنوات حسب مشربها وديولوجيتها تصنف أو تفسر الحدث على أنه يا إما عملية تفجيرية، عملية إرهابية، عملية عدوانية، عملية اعتداء، عملية استشهادية. فهذه المصطلحات تدل على أن كل قناة، كل وسيلة إعلامية أو متابع هو لسان حال الايديولوجيا، هو الاتجاه السياسي والايديولوجي الذي ينتمي اليه. لهذا ما صعب تعريف الارهاب. فعندما شخص يدافع عن ارضه ووطنه وعرضه، فعند البعض هو مقاوم، هو مجاهد، هو شهيد، فعند البعض الاخر لا، هو ارهابي، هو عدوانه الى اخره، حسب كل منطلقه وقناعته. وهذا ما صعب في الدوائر الاكاديميه والسياسيه على ايقاف على التعريف شامل لمفهوم الارهاب، ولكن عنده علاقه قويه
بالعنف وعليه. فإذا كان اصطلاحا يعرف الإرهاب أنه سلوك مضطرب غير طبيعي طبعا يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد ضد مصلحة عامة في وطن معين أو في إقليم ورقعة جغرافية لأغراض سياسية، أو ضد فرد معين أو مجموعة من الأفراد، والذي يتسم بالعنف والعدوانية بأشكال مادية ومعنوية. وكان الإرهاب يأخذ أشكال متعددة بما فيها هو العنف والعدوانية من أجل التأثير على الأفراد والجماعات والحكومات وخلق شو من الاضطرابات والفوضى والاختلالات وتقويض الأمن القومي أو الداخلي. ويبقى فقط نظرة الإرهاب أكثر استعمالا في الخطاب، ماذا؟ في الخطاب الإيديولوجي والسياسي، بينما في الخطاب السوسيولوجي والنفس الاجتماعي نميل إلى أو الناس تميل المهتمين إلى لفظة العنف في هذا المجال، لأن يتراه لهذا العنف هذا يأخذ مجموعة من الأنواع. نعم، وكثيرة هي أنواع العنف ومتعدد منها. الآن حاول نقدم كما ذكرنا في الهجرة نصنف العنف بناء على مجموعة من المعايير. أول، من حيث اتجاه العنف، فهناك عنف داخلي نحو الذات. كيفاش يا أستاذ يقول لي هل يمكن العنف يكون داخلي؟ نعم، فمحاولة الانتحار، الأذى الذات العمدي أو جرح العمدي، المغامرة الخطيرة، تناول جرعات كبيرة من المخدرات، السياقة الجنونية، كلها عبارة عن عنف موجه نحو الذات لتدميرها والحق الأذى بها. هذا عبارة عن دمار أو أذى داخلي، فيصنف على أنه عنف نحو الذات. في المقابل عندي عنف خارجي، أين الفرد أو الجماعة تجسد عدوانيتها كما ذكرت سابقا في مجموعة تمظهرات سلوكية معينة تحاول بها أذى الآخرين، أي سواء كان هذا الأذى جسدي أو مادي بالآخرين. وهذا ما يسمى بعنف خارجي، معناه يخرج من الإنسان أو الجماعة إلى موضوع خارجي، قد يكون فرد بعينه أو جماعة أو فئة أو طائفة أو فكرة معينة أو ممتلكات إلى آخره، من أجل إلحاق الأذى بها. هذا من حيث كونه مصدره داخلي وخارجي. الآن من مظاهره عندنا العنف الجسدي، وهو أبسط أنواع العنف وأكثرها وضوحا، بما ذلك أن يتعرض فيها الشخص للضرب أو الجرح أو الصعق، سواء بجزء من الجسم أو بأداة ما، كما يشتمل أي تصرفات ينتج عنها بسبب أذى جسماني كالحرمان من الغذاء، الدواء، عدم الرعاية الصحية، عدم الإسعاف، كلها عبارة عن أشكال عنف ولكن عنف جسدي، لأن الأذى يحد مباشرة إلى الجسد أو الجسم كما ذكرت بحالات مختلفة. ممكن يكون عندنا عنف اللفظي من كلمات المنطوقة وحتى غير المنطوقة، معناها الاتصال اللفظي. قد يكون العنف اللفظي هنا أكثر شيوع العنف انتشارا، كان يدرك مستخدميه بأنه وقد لا يدركه، يدرك المستخدم تاعه بأنه هو عنف أم لا، وهو الكتابة أو نطق بالشتائم والألفاظ الجارحة تجاه شخص معين. أنا عندما أتلفظ بكلمات أو أكتب كلمات موجهة لشخص معين أو في حتى نوع من الرموز فيها نوع من الشتيمة أو التنقيص أو الإقصاء أو التقزيم، عبارة عن عنف ولكنه لفظ يعتمد على الكلمة المنطوقة أو المكتوبة أو الإشارات لتقع هو أذى، وخاصة الأذى النفسي عند الآخرين. عندنا العنف المادي، باش نفرق بين العنف المادي والجسدي. الجسدي خاص بالجسم فقط أو بجزء أو بكل جسم، أما العنف المادي هنا يتكلم عن أنواع العنف ظاهرة كذلك، يأخذ شكل هو أن أحد من المتصرف في الدخل المادي لشخص ما يتصرف في ممتلكاته أو في عوائده المالية دون موافقته، كالحجر عليه أو استخدام أمواله بطريقة غير مسؤولة، التحكم في عمله سواء بالمنع أو الإجبار، الاختلاس، الابتزاز، المساومة، إساءة استخدام التوكيلات أو الوصاية على أحد من الأفراد،
كلها وكأنها عنف مادي يرتبط ببعض الأشياء العينية أو المادية ذات علاقة بالشخص، ممتلكاته، أمواله إلى آخره، بدون موافقته، فهذا كذلك نوع من العنف المادي. عندنا العنف الجنسي الآن، هو نوع آخر كذلك، وجزء منه هو المسكوت عنه في كثير من المجتمعات. فهذا عندما يكون، عندما يجبر الشخص على ممارسة أي فعل جنسي بالإكراه، بالإكراه. والبعض يذهب طويلا وبعيدا في هذا المجال، حتى في علاقة جنسية مشروعة وقانونية إلى آخره وموثقة، فعندما يكون الإكراه عند البعض يحطها في جانب أنه نوع من العنف الجنسي. وكذلك فيها انتهاكات جنسية، التلفظ بكلام بذيء ذو محتوى جنسي لآخر، أو الإجبار على مشاهدة أفلام جنسية خليعة إباحية، الاغتصاب، التحرش، كلها بعض، حتى الامتناع عن إشباع الرغبة الجنسية لأحد الأطراف، كلها في اعتقاد البعض هو ما يسمى بالعنف الجنسي. نقدر نقول العنف الجنسي هو ما يشوب إشباع الطاقة الجنسية في إطارها القانوني أو المشروع بأشكال مختلفة. عندنا العنف النفسي كذلك من مظاهر العنف هذا، وهو الذي يترك أثار مدمرة وكبيرة جدا في النفس، لأن عندما يتعرض الشخص سواء لعنف جسدي أو عنف لفظي وحتى مادي أو جنسي، يترك أثار جروح مدمرة على الكيان النفسي للفرد، وهذا هو العنف النفسي، بما يترتب على أنواع العنف الأخرى من الناحية النفسية للفرد. فالكلمة المنطوقة اللي فيها أذى تترك أثار مدمرة. إذا كنا في ديننا نقول كلمة طيبة صدقة، كذلك بعض الكلمات النابية تترك أثار مدمرة على نفسية الإنسان، وبالتالي تدخل في إطار ما يسمى بالعنف النفسي. فعندنا ما يسمى بالتهديدات، التعليقات، وضع ظاهر يسموها ظاهرة التنمر، مصطلح يسمى بباولينج. هذه تأخذ أشكال مختلفة خاصة في المدارس تاعنا، وين أطفالنا من يرفضون العودة إلى المدرسة بسبب التنمر، بمعنى التهديد، الوعد والوعيد، الاعتداء، التحرش بهم بين بهم من طرف قرانهم أو زملائهم في المدرسة، وممكن حتى على مجال في مجال آخر غير المدرسة، في العمل، في الشارع، في الجرى إلى آخره. فهذا ما يخلي أثار مدمرة على الناحية النفسية، يشكل ما يسمى إما عنف مضاد دفاع عن النفس، أو ممكن العزل الاجتماعي ابتعادا على هذه الضغوطات أو هذه أشكال من أشكال العنف النفسي. عدا كذلك العنف الروحي أو المعتقدي، هو أشكال من أشكال العنف يظهر عندما يحاول استغلال شخص ما للمعتقدات الروحية والدينية التي يؤمن بها شخص آخر لتوجيهه وسيطرة عليه أو سيطرة تصرفه. لاحظوها مثلا في عملية الإرهابية أو عملية التفجيرات تقوم بها بعض الهيئات، بعض أفراد في الإرهاب، ما هو إلا عند البعض عبارة عن استغلال وتوظيف سيء لمعتقد ذلك الشخص من طرف شخص آخر مؤهل مدرب قادر أنه يؤثر فيه، ويوجهها إلى سلوكات غير مقبولة، لا اجتماعيا ولا دينيا ولا خلقيا. فهذا نوع من الاستغلال لبعض المعتقد الديني لذلك الشخص. وفي المقابل ممكن كذلك محاولة منعه أو إجباره لتغيير ديانته، إما محاولة منعه من أداء معتقداته وتحويلها وإجباره على القيام أو اعتناق ديانة أخرى، فكلها كذلك من ما يسمى بالعنف الروحي، كما واقع الآن في بعض المجتمعات روهينجا وغيرها، وين يمنعون من أداء بعض الشعائر في بعض الدول الأخرى. هذا نوع من العنف الروحي، معناها يستهدف جانب معتقدي في الشخص بالمنع أو محاولة إخراجه من دين إلى دين آخر. الإهمال بعض يضيفوا على أنه مظهر من مظاهر العنف، خاصة العنف المادي، من خلال تقصير في العناية ونقص في إشباع حاجات الأساسية للطرف الآخر بشكل بحكم السن أو المرض أو الإعاقة. للأسف هذا ما لاحظوا في كثير، هذا هؤلاء الذين يعانون من ظروف مرض مزمن أو كبر السن
أو عند إعاقة من يكون عرضة لإهمال وسوء اهتمام وسوء تقدير ورعاية من طرف ذويهم وأقرب الناس إليهم. البعض يصنفه نوع من العنف لأن فيه ضرر، خاصة ضرر نفسي، وممكن يكون كذلك المادي لهؤلاء الذين في وضعية حرجة. يضاف إلى كذلك عنف آخر هو العنف الرمزي، وكتب عنه بيير بورديو عندما تكلم على علاقة الفرد بالتشريع وبالدولة، ويذكر هناك عنف يمارس على الأفراد سماه العنف الرمزي. وفي حياتنا نجد كثير من أنواع العنف الرمزي، فعندما ننتقل إلى أماكن معينة أو ما يكتب على الجدر أو الجدران في أحياء الشعبية أو في أحياء معينة، كثير يوحي أن عنف من خلال الألفاظ والكتابات والخربشات الحياتية تحمل مضامين معينة فيها من العنف الرمزي، يستهدف الجانب العاطفي أو الاقتصادي أو السياسي أو الظرف الاجتماعي المعاش. ممكن نستعمل فيها إشارات أو رموز للسخرية أو التقليل من عنصر أو عرق أو جنس معين، هذه كل خلط ما يسمى به العنف الرمزي. فالعنف الرمزي هو يعتمد أساسا على الكتابة أو الرمز أو الإشارة، ولكن متفق عليه أنه يدل على رمزية على معنى معينة يوجه إلى طائفة أو مجموعة أو مجتمع أو جهة معينة من أجل إلحاق الأذى والتقليل أو التشهير بتلك الجهة أو بتلك الطائفة أو بذلك الفرد. هذه بعض أنواع العنف. الأمر إلى نضيف كذلك من حيث الأطراف المستهدفة من العنف، ممكن يكون عنف ضد فرد أو أفراد محددين، يعني العنف يكون موجه ضد فرد معين بعينه أو مجموعة من الأفراد. ممكن العنف يكون ضد جماعة أو طبقة معينة، لاحظوها الآن موجودة في كثير من الدول، ونوجه نحو طائفة أو طبقة معينة. ما حدث من تطهير عرقي في البوسنة هو اتجاه ونوع من العنف موجه عقدي موجه إلى طائفة أو طبقة معينة من السكان داخل مجتمع معين. كذلك العنف ضد الأقليات الموجودة، كي نقول الأقليات هي مجموعة من الناس تطبيعتهم اللغة أو الجنس أو العرق إلى آخره، يعيشون داخل دولة كبيرة تشكل ما يسمى العرقيات. فممكن في مجتمع كبير من يتعرضون هذه الأقليات إلى عنف بمختلف أشكاله من طرف جهات أخرى أو من السكان الأصليين أو من بعض الأحزاب الحاكمة إلى آخره، أحزاب سياسية وبعض الجهات والأطراف. من حيث المصدر الآن، ممكن يكون من فرد إلى فرد، وممكن من فرد إلى جماعة أو أقلية أو مجتمع ككل، معناها ممكن ينتقل يكون من فرد نحو فرد، فرد إلى مجموعة أو أقلية، وممكن يكون نحو المجتمع ككل، وهنا يدخل حتى ما يسمى بالشخصية السيكوباتية أو الشخصية المرضية. ممكن يكون العنف المصدر هذا من جماعة ضد فرد أو جماعة أخرى أو طائفة أو ضد أقلية، معناها يأخذ أنها مجموعة وليس فرد واحد، مجموعة ضد فرد بعينه أو طائفة موجودة أو أقلية موجودة في مجتمع كبير. وقد يكون من مؤسسة أو جهة رسمية ضد أفراد أو أفراد أو جماعات. في بعض الدول وإن كان كثير من العراق والمهاجرين، ممكن الجهة أو مؤسسة معينة تحرم أو ترفض أو تدير تمييز بين جهات معينة في التعامل. هذا شكل من أشكال العنف. وممكن يأخذ العنف المجتمعي كذلك، هو تسبب في أذى شخص أو جماعة بسبب العادات التقليد والتطرف السائد في المجتمع، مثل الكراهية، التعصب، وعندنا موضوع بعد في التعصب في المحاضرة الآتية، العزل الاجتماعي وغيرها. أن وكان العنف المجتمعي يفرض على جهات معينة أفراد أقليات نوع من العنف، يأخذ طابع المجتمعي السيطة، معناها تشارك في مجموعة كبيرة وليس فرد ولا مجموعة ولكن المجتمع كل نحوه. لاحظنا في المهاجرين مثلا في الهجرة، ممكن المجتمع كل ضد الأفراد الذين هاجروا بطريقة غير شرعية، فيسمى بالعنف المجتمعي. لأن حيث مشروعية العنف، بمعنى هل يمكن العنف يكون مشروع؟ نعم، هناك حالات معينة، ولهذا البعض يصنف من حيث المشروعية، هناك عنف قانوني أو مشروع، وهناك عنف غير مشروع وغير قانوني. العنف الأول المشروع هو التدخل جهة مسؤولة حاكمة من أجل حفظ النظام أو إصدار أحكام أو تنفيذ بعقوبات. عندما تصاب أو تقع في دولة ما بعض الاضطرابات خوفا على المصلحة العامة
والفوضى وانهيار الدولة، تدخل الجهة الحاكمة بممارسة نوع من العنف تمثل في عملية قمع المظاهرات أو إخلاء الشوارع أو إلى آخره، فيها أثناء تدخل هو عنف ولكن مصدره هو مشروع. لماذا مشروع؟ من أجل المصلحة العامة، حتى وإن كان الجهة الأخرى عندها حقية في بعض الأشياء، ولكن شكل اللي خذ التعبير على المطالب خذ منحنيات أخرى فيها كثير من الأثار مدمرة على المجتمع ككل. فعندما نصدر حكم بحكم القضاء أو دخل الدولة لفض نزاعات أو مظاهرات أو اعتداءات أو إخلاء أماكن معينة، فهو ما يسمى بالعنف المشروع. يقابله العنف الآخر اللي هو العنف غير المشروع وغير قانوني. فعندما الفرد أو جماعة تلجأ إلى أساليب العنف المختلفة بدون سند لا قانوني لا دفاع على الذات لا حكم مصلحة معينة إلا من أجل غايات معينة خاصة إيديولوجية ومعتقدية أو فيها التحيز والتعصب، هذا هو نتكلم عليه العنف غير المشروع والمرفوض إطلاقا. البعض يضيف أنواع أخرى اسمه العنف المحمود، ولكن بلغة أو بأخرى، بمعنى عندما أن الأب أو الوالدين عندما يقومان بين قوسين بمنع الطفل أو إبعاده أو عدم إحضاره بعض الأشياء التي طلب منها أو ابتعاده على بعض المؤثرات أو المواقف بشكل فيه من الشدة أو المنع، عند البعض يرى في هذا السلوك أنه عنف، لأنه استخدم القوة من أجل أو الكلمات من أجل المنع أو من أجل الإشباع، ولكن لتقدير لمصلحة أعلى وأكبر من ذلك، لأن في سن معين ممكن الطفل لا يستطيع التمييز وتقدير ما يترتب على مسؤولياته وحكم الأولياء والتربية، فيتدخل نوع من الشدة عند البعض يراه عنف، ولكن يحطه في عنف في يسمى عنف المحمود، بمعنى استعمل ليس من الغلظة ولكن نوع من الشدة الابتعاد على مواقف أكثر دمارا لعدم قدرة الفرد أو الناشئ على التمييز وقدرته على إدراك عواقب ذلك السلوك أو التصرف. ممكن يكون عندي عنف آخر، العنف الأسري، لأن حيث خاصية أخرى أو نوع آخر. العنف من حيث مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كي قلت مؤسسات التنشئة الاجتماعية أو الوكالة كي مسمى بعض، نتكلم على الأسرة بداية وعلى جامعة الرفاق وعلى المدرسة وعلى المؤسسات المختلفة، على مؤسسات دينية، نتكلم على وسائل الإعلام، كل هذه مؤسسات يسمونها مؤسسات التنشئة الاجتماعية. فهناك العنف الأسري، وهو في صوره العنف الزوج للزوجة أو الزوجة للزوجة، وهذا العنف الأخير، العنف الأخير نكون أقل سكوتا عنه، أكثر سكوتا عفوا عنه، ومن المحظورات لأن من الصعب بحكم من طبيعة المخيال الاجتماعي في كثير المجتمعات خاصة المجتمعات العربية الإسلامية، وأن يحكي الفرد على اعتداء زوجته عليه لظروف معينة، قلت في المخيال الاجتماعي يرفض أن تهتز صورته أمام الملأ فيقبل الوضعيات الحرجة ويكون اعتداء من الزوجة نحو الزوج، ولكن كذلك الظاهر كثير من العنف الأسري ويكون عنف الزوجة تجاه زوجته الزوجة. وممكن كذلك يكون عنف الأباء للأبناء، يعني نتكلم عن العنف الزواجي، العنف الزواجي جزء من العنف الأسري. العنف الأسري يضم ماذا؟ العنف الزوجي ما بين الزوج والزوجة بينهما، وممكن يكون العنف ما بين الأباء والأبناء، وممكن يكون ما بين الأبناء فيما بينهم، وممكن يكون عنف الأباء أو عنف الأبناء نحو الأصول أو أباء. فكذلك من الأشياء للأسف الموجودة في مجتمعنا الجزائري كثير من الاعتداءات على الأصول ويجرمها ويعاقب عليها القانون. عندنا العنف الإعلامي، نضيف حاجة فقط بالنسبة للعنف الأسري، يأخذ أشكال مختلفة، قد يكون عنف جسدي، عنف مادي، يكون إهمال، عدم إشباع الحاجات، عنف لفظي، يأخذ كل أشكال معينة ولكن يدخل في إطاره مؤسسة يسموها العنف الأسري. عندنا العنف قلت كذلك الإعلامي ضمن عنف المؤسسات الاجتماعية، هذا العنف الإعلامي المتعلق بمضامين المواد الإعلامية التي تذاع أو تنشر أو تبث، والتزيد من فرص تعلم السلوك العنيف من خلال التقليد والمحاكاة خاصة عند الأطفال والمراهقين. فكثير من مشاهد العنف
وقصص والصور مملوءة بمظاهر ومشاهد عنف المختلفة. أصبح الإنسان الآن أمام واقع أنه يلتهم الكثير من هذه المشاهد خاصة في مراحل عمرية مختلفة. الشيء اللي يزيد من احتمال التقليد والمحاكاة عند الأطفال وعند المراهقين. وقعت حوادث في هذا المجال لأن الفرد يميل إلى التقليد في هذا السن، يعني سن الطفولة والمراهقة. عندنا العنف المؤسساتي اللي ممكن يظهر في تصرفات كما ذكرت سابقا تطبيق القوانين بصرامة أو بأساليب مبالغ فيها، يعني زيادة في قراءة النص في السلطة التقديرية، كلها فيها اعتداء أو تضييق أو الصرامة في تطبيق هذا القانون مبالغ فيه على بعض الموظفين والإداريين والعمال وحتى المستفيدين من هذه الخدمات المؤسساتية. هذه ما ذكرته بعجالة كفهم أنواع العنف، وممكن نتحدث عن أنواع أخرى من العنف، ولكن هذا تقريبا أهم مظاهر العنف الموجودة على المستوى في المستوى الحالي وفي الظروف الحالية. عن عوامل العنف كثيرة جدا، تلك العوامل المولدة للعنف. ننطلق قبل ما نتكلم على العوامل نفصل في نقطة منهجية يا طلبة. هناك فرق بين العامل والسبب. احنا في كثير في العلوم الاجتماعية الإنسانية نفضل، أنا شخصيا نفضل كلمة اصطلاح العامل الفاكتور بدل السبب. يعني عندك نقول أنا يا سبب العنف هو الفقر، ندخل فيه مسمى منهجيا في علاقة سببية، العلة بالمعلول، وكان كل ما كان فقر كان هناك إجرام أو عنف، وبالتالي يكون فيها ظلم للظاهرة المدروسة أو الأفراد. وبالتالي نميل كلمة العوامل اللي هي واحدة من ظروف معينة بالإضافة لعوامل الأخرى قد تساهم في حدوث تلك الظاهرة. أما عندما أقول أن من أسباب العنف هي أو الفقر، يستلزم منطقيا أن كل فقير هو عنيف بالضرورة، لا مش منطق هذا. وبالتالي نميل إلى كلمة العوامل المولدة للعنف. في هذه العوامل عندنا عوامل ذاتية خاصة بالشخص وعوامل أخرى خارجية. من العوامل اللي مصدرها الفرد نذكر منها، أنا أعتقد أن واحد حاجة هو ما يسمى الشعور المتزايد بالإحباط. وشيء الإحباط يا طلبة؟ الإحباط ما هو إلا شعور بالمرارة، بالفشل، بعدم قدرة تحقيق الذات، ناتج عن موقف محبط. باش نفرق ما بين الإحباط والموقف المحبط. الإحباط هو شعور ينتاب الفرد بعد عدم أو عدم قدرته على الحصول على الإشباع نتيجة لظرف عارض أو موقف أو حاجز أو مانع يحول دون ذلك الإشباع. فهذا الموقف هو عامل إحباط، أما ما أشعر به هو الإحباط في حد ذاته. فالشعور المتزايد بالإحياط يؤدي بنا إلى العنف. كاين نظرية معروفة دولارد وآخرين، نظرية الإحباط والعدوان. في اعتقاد دولارد وآخرون أن كل ما عند إحباط يؤدي إلى العنف وبظروف معينة طبعا. كذلك ضعف الوازع الديني مهم جدا. فالوازع الديني هو صمام الأمان، يعمل على أن الفرد يستطيع أن التحكم قدر الإمكان في انفعالاته وعدم الانجرار وراء سلوكات مدمرة، ولا يكون سلوكه عبارة عن رد فعل بقدر هو فعل. فهذا الوازع الديني يعمل على ذلك الاتزان النفسي الداخلي حتى يتجنب الفرد الوقوع. بعض الأفراد نلقاهم رغم الظروف والصعاب والمشقة والفقر والبطالة، ولكنهم ما زالوا متمسكين بالبحث على الأساليب السلوكية المناسبة لإشباع حاجاتهم والابتعاد قدر الإمكان على الطرق الملتوية للإشباع. نقول لك من أسباب هذا هي التربية والوازع الديني بالتحديد. ضعف الثقة بالنفس. فعندما الفرد مثلا عندما يثار أو يستهزأ به في موقف معين يصبح أنه يشك في قدراته وثقته، ممكن ينخرط وراء سلوك العنف. طبيعة المرحلة التي يمر بها الإنسان خاصة مرحلة البلوغ والمراهقة مهمة جدا. الإنسان عرضة للتقليد، للمغامرة، حب الظهور، حب التعرف، حب قولة أنا، حب تجسيد الذات. ممكن هذه المرحلة تخلي الفرد أكثر اندفاعا من غيره من مراحل أخرى، وبالتالي ممكن يسلك سلوك العنف. عندنا الاضطرابات الانفعالية والنفسية وضعف الاستجابة للمعايير الاجتماعية، نوع من التمرد أو عدم الرغبة والمغايرة المبالغ فيها قد تكون وراء بعض هذا أشكال العنف. سرعة الاضطرابات الانفعالية، سرعة العصبية، سرعة النرفزة، سرعة الاستجابة السريعة، عدم التريث، كلها من اضطرابات انفعالية يمكن تكون وراء سلوك العنف. الرغبة القوية في الاستقلال عن الكبار والتحرر من السلطة الصاعدة الضاغطة
على الاباء خاصه في بعض الاسر للاسف، وبعض اساليب التنشئه والتوجيه تجعل الفرد يحاول يستقل، يبتعد، يتمرد، ممكن يقوم بهذا السلوك كرساله يبعث بها الاخرين الاولياء بالتحديد، يريد ايصال فكره وانني اصبحت من لم اعد طفلا، لكلمتي بامكاني استقل، بامكاني ان اقوم، استطيع ان افعل كذا، فممكن يصير سلوكات فيها من العنف اتجاه الاخرين. كذلك الضعف في مواجهة المشاكل التي يعاني منها الفرد، خاصة عندما لا يتلقى من أساليب التنشئة والرعاية والتوجيه ما يساعده على التأقلم في ظروف وعلى التعاطي مع مختلف المجالات فينهار بسرعة. نأخذ مثال الحماية الزائدة أو المفرطة في التربية تجعل الفرد ينهار أمام أي موقف بسيط، فممكن يأخذ بديل في ذلك هو اللجوء إلى العنف من أجل إشباع حاجاته. الشعور بالحرمان العاطفي مهم جدا في سنوات معينة، فيبحث الفرد عن التعويض، وبالتالي ممكن في التعويض يسلك سلوك العنف. البعض يصعب عليه التحكم في ما يسمى بدوافع العدوانية ذكرناها سابقا، الميل القوي لا يستطيع كبح هذا الميل، ممكن يجعله ينخرط زائد إثارة أو الاستفزاز، ممكن ينخرط في سلوك العنف. الأنانية أو تضخم الأنا أو الذات أو النرجسية المبالغ فيها كذلك من عوامل المساعدة على ما يسمى بسلوك العنف. الإدمان على المسكرات والمخدرات كذلك تدفع الفرد إلى القيام بالعنف للبحث من أجل الوصول إلى مورد الإشباع أو المخدر بأي شكل من الأشكال نظرا لحالة الإدمان التي وصل إليها. ثم التطرف الفكري أو الديني أو السياسي أو العرقي، بعض الجماعات العرقيات تؤمن بأشياء متطرفة متعصبة، قد تلجأ بذلك من أجل تشديد الفكرة ضد أقلية أو فكرة معينة، تلجأ إلى أساليب العنف المختلفة. هذا عن العوامل الذاتية، يعني تنطلق من الذات. العوامل الاجتماعية كثيرة، عندنا الظروف الأسرية مختلفة، ممكن تعنيف الآباء للأبناء كما كان سابقا، ظروف القاهرة، عدم الاهتمام برعايتهم واهتمام بهم، القسوة، التفكك الأسري بأنواع مختلفة المادية والمعنوية، كلها من عوامل الظروف الأسرية القاسية. كذلك عندنا كبر حجم الأسرة في بعض الحالات، باش نكون واضحين، في بعض الحالات كبر حجم الأسرة، عدد الأفراد فيها في أسرة واحدة وظروف سكن ضيقة، مداخيل لا تكفي، جهل الوالدين أو اضطراب في السلوكات الشخصية، في اضطرابات سلوكية على مستوى الشخصية، ظروف حياة صعبة جدا، هذه من العوامل اللي تزيد في صعوبة الاهتمام بالحجم الكبير لأفراد الأسرة الواحدة. نعاود، ليس كل أسر كبيرة الحجم في هذه الوضعية إلا عندما تضاف إليها عوامل أخرى تجعل في هذه الوضعية أن بعض الأفراد يلجؤون إلى أساليب العنف من أجل الوصول إلى إشباع حاجة مختلفة. التفكك الأسري خاص التفكك المادي ولا حتى المعنوي كذلك بعض الحالات ليأخذ أشكال، خاصة ظروف الطلاق وعدم وجود بديل أو معيل يخلع، يكون من عوامل المولدة للعنف. الظروف الظروف السكنية السيئة للأسرة وكثيرة ما هي، في مكان غير لائق، غير تهوية، عد كافي غرف، قلة مستلزمات العيش، قلة الأثاث، كلها من العوامل تبحث الأفراد هذا البحث عن أشباع ولكن بأساليب فيها من مظاهر العنف. كذلك عندنا العوامل الأوضاع المدرسية موجودة كذلك، غياب مثلا القدوة الحسنة للتلميذ داخل المدرسة، وأنا هنا لا أتهم المدرسة بكليتها، ولكن للأسف في بعض المدارس هناك بعض الثغرات في بعض النقائص تكون هي من مولدات العنف فيما بعد، وخاصة العنف المدرسي. ممكن ضعف الاهتمام بمشكلات التلاميذ، وهذا لاحظوها في بعض المدارس نظرا للاكتظار، نظرا لعوامل أخرى، قلة المورد المالي، ولكنها العدد والاكتظار لهم ضرر، غياب قلة التوجيه والإرشاد، وهذا مربوط بمشكلة التلاميذ. كذلك اضطراب العلاقة بين المدرسين واضطراب العلاقة بينهم وبين التلاميذ، وحتى بين المدرسين والجهة المشرفة.
كثرة ممارسة اللوم والعقاب المستمر من طرف المدرسين، معناها المدرس يلجأ إلى أسلوب العقاب والتوبيخ واللوم بدل البحث على أساليب أخرى من قبل بعض المتمدرسين. بعض القوانين الصارمة المدرسية لا تتيح فرصة للتلاميذ لإبداء الرأي أو التعامل والاهتمام بقدر هي مجموعة لاءات تفرض على المتمدرسين. ممكن عندنا حتى بعض المحتوى المعرفي المبرمج للأطفال المتمدرسين ممكن يكون القدرة الاستيعابية مما يخلق نوع من التذمر والبحث على بدائل أخرى فيها ما يسمى بالتمرد أو العنف المدرسي، يظهر في أشكال كالتخريب كالغياب كالفوضى كالاعتداء إلى آخره. ثم عندنا العام الآخر لا يقل أهمية كمن عوام مولدة هو العام الإيكولوجي فاكتور إيكولوجيك. نتكلم على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، مثل الحي المزدحم بالسكان تكثر فيها كثير من المشاكل مظاهر الرذيلة والانحراف إلى آخره، وغياب الجهات الضابطة للسلوك والجهات المراقبة. الحي اللي تغيب فيه مؤسسة الضبط الاجتماعي وملاحق الخدماتية المختلفة، اللي حي فيه كثير من الفوارق الطبقية طبعا مع اختفاء أو ضعف الوازع الديني. حي تنتشر فيه الجرائم المختلفة ويتصف بمجموعة من الوصمات أو الوصفات. وعندنا أحياء كثيرة معروفة في الجزائر في مدن مختلفة، فعندما نذكر اسم الحي يرتبط ضرورة بنوع من الجرائم المختلفة. ممكن الحي كذلك ليكون الحي النائي والبعيد ليكون فيه ملجأ لاختفاء المجرمين وخارجين عن القانون الآخري. من عوامل كذلك العنف هي جماعة الرفاق والأصدقاء، ففي بعض الحالات يصبح الفرد أكثر ولاء من جماعته مقارنة بأسرته، خاصة عندما يلقى البديل في الجماعة عن أسرة، فيضحي بكثير من الأشياء من أجل إسعاد أو قبول جماعة له. ففي الجماعة تظهر ظهور نزعة السيطرة على الآخرين، خاصة الجماعات في سن معينة، الشعور بالفشل في مسايرة الرفاق يلجأ به إلى العنف، الهروب الجماعي المتكرر من المدرسة بحكم الرفاق، تأثير الرفاق السوء خاصة، وممكن الشعور بالرفض والإقسام من طرف جماعة أو الرفاق ممكن يتسبب في بعض السلوكات اللي فيها من العنف. بمعنى الجماعة سيئة ورفاق السوء، ولكن الجماعة في حد ذاته مهمة بالنسبة للإنسان في ارتباطاته وانتمائه وإشباع حاجاته، ولكن عندما تكون المجموعة أو الثلة أو الشلة هذيك والجماعة جماعة الأصدقاء تكون فيها من أفراد سيئين. وعندنا مثلا يقول لك أفان الصاحب ساحب على قدر التأثير، فإذا كان الفرد هذاك المؤثر إيجابي ومتزن لآخره يكون أثر إيجابي، أما أن تكون مجموعة سيئة للأسف ينخرط معها الفرد خاصة ضعيف الشخصية ضعيف وعنده زعزعة وعدم الثقة بالنفس فينخرط ويقوم بمجموعة من السلوكات فيها من مظاهر العنف العديد. وسائل الإعلام كذلك من عوامل ظهور العنف في أشكاله المختلفة، فلوسائل الإعلام دور بارز في تنامي ظاهرة العنف لدى المراهقين خاصة. لماذا؟ بحيث تؤثر وسائل الإعلام تأثيرا بالغا في انتشار الجريمة وتقليد السلوك العنيف، لأنها تعلم الأفراد أساليب ارتكاب الجرائم. كثير من الأفلام والقصص تحاول تعطونا صورة إيجابية في بث أو تقديم المادة الإعلامية، وكان المجرم بطل، وكان المجرم يستطيع الخروج أو التحايل على الجهات الأمنية أو الشرطة أو الدرك إلى آخره، وكأن في الإجرام نوع من البطولة، فيميل بعض الأفراد المراهقين خاصة والأطفال إلى تقليد هذا الجانب باعتبار أنه ناجح في حياة اليومية. وكثير بعض الحالات وبعض الأسر بعض الأحياء خاصة الشعبية وكذا الأخري ما تعطي للبطل المجرم صورة البطل صورة القوة وكأنه شخصية استطاع أن يحقق أشياء معينة، تجعل بعض الأفراد ينخرطون في سلوكات الانحراف بناء على هذا النموذج السيء الذي تبثه وسائل الإعلام، ولكن وسائل الإعلام هي صناعة على كل حال. فقد تبالغ وسائل الإعلام فيما تنشره وتبثه من إثارات حول أخبار العنف، الأمر الذي يظهر العنف كسلوك عادي ومقبول جدا، وهذا الخوف عندما يصبح العنف ومشاهده من الأمور العادية في حياة الإنسان يألف وجود العنف، وهذا هو الخطير في حياة الإنسان ككل.
فقد تصور قد تصور وسائل الإعلام المجرمين كأنهم يقومون بعمل بطولية خارقة وأن يتميزون بقدرات مميزة. هذا كما قلت مشجع الأفراد على اعتبار المجرمين قدوة لهم في حياتهم. كذلك أن بعض كتب والمجلات وقصص المغامرات تعتبر من وسائل المشجعة للانحراف السلوك العدوانية بصيغة تقديمية. حتى بعض الأخبار في الجرائم، نعم من حق المواطن الإعلام، ولكن مش من حقه يدخل بتفاصيل الجريمة كيف وقعت. يكفي أن نقول هناك جريمة قتل نقطة، أما التفصيل في الكيفيات والانتقال والمدة والكيفية والأسلوب والأدوات المستعملة إلى آخره، أنا أقول لك هي عبارة عن دروس مجانية تقدم إلى ضعيفي الشخصية وسهلية الانقياد للقيام بسلوكات مشابهة لعمل التقليد أو حب المعرفة والمغامرات إلى آخره. ثم عدنا الحالة الاقتصادية، كذلك مهمة جدا من عوامل المولدة للعنف، عندما خاصة تصاحبها ما يسمى بالضعف أو انعدام الوازع الديني، من بينها البطالة، مشكل كبير البطالة، خاصة البطالة رب العائلة، فكثيرا ما تحتاج صورة الأب بحكم الفاقة أو الحاجة أو البطالة. من الصعب أن يقدم نموذج التربية والتوجيه في غياب قدرته على تلبية حاجات الأسرة، فيصبح من الصعب الأفراد قبول ما يقوله الأب لأنه مكانته فيها من مختلة ضعيفة لفقدان الدعم المادي أو الإنفاق إلى آخره. فضعف الدخل الأسري أمام إشبال حاجيات المتعددة أفراد أسرة عامل من عوامل بحث على مصادر أخرى قد تكون فيها من العنف أو الاعتداء حتى الجريمة. كذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطن تجعله يبحث على أساليب عنف اعتداء إلى آخره. سوء توزيع الثروات الوطنية وغياب مشاريع التنمية في كثير من مناطق البلاد يجعل بعض منطقة معينة، احنا الآن عندنا في الجزائر ما يسمى بمناطق الظل، ما هي إلا موقف التفاتة طيبة من الجهة الحاكمة لمحاولة إشبال حاجة ضرورية لحياة هؤلاء المناطق، سكان هؤلاء المناطق، والابتعاد عن العنف المزال الموجود. للمطالبة لاحظوا في المجتمع الجزائري للأسف أصبحت قطع الطرق ما هو إلى شكل من أشكال العنف السائدة، وأصبحت متداولة ومقبولة عند البعض كأسلوب من أسلوب المطالبة بإشباع أو تحقيق حاجات مختلفة للسكان والأفراد. للأسف هذا ناجم عن شعور الساكنة بالعجز بالإقصاء بالتهميش مقارنة بجهات أخرى موجودة في نفس البلد. ثم عدنا عامل أخر لا يقل أهمية هو الصراع الثقافي، ذكرناه سابقا في مصطلحات الثقافية. فعندما تصادم بعض الأقليات مع المجتمع الكبير أو التطرف، فيصاب التطرف التضاد بين الثقافة الفرعية الأم، عفوا الثقافة الفرعية مع الثقافة الأم داخل المجتمع الواحد، ذكرناها في مصطلحات الثقافية هناك ثقافة أم هي القواس المشتركة الثقافية للمجتمع الواحد. رغم ذلك في داخل نفس المجتمع الثقافة الأم هناك ثقافة فرعية لكل منطقة تميز به، فهذا التنوع لا يلغي العلاقة القوية بين الثقافة الأم والفرعية. الخوف عندما تصطدم الثقافة الفرعية بالثقافة الأم في نوع من التصادم إلى آخره، للحد أن يصل إلى نوع من الصراع والتصادم واتخاذ العنف في إطار هذا الصراع الثقافي، الازدراء والإقصاء والتهميش والتعصب والكراهية إلى آخره. هذا عن جملة العوامل. الآن نحاول نمر إلى آثار العنف المترتبة. للعنف آثار مدمرة كثيرا جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. نقولها على المستوى الفردي، تكرار العنف عند بعض الأفراد قد يكون ممهدا لشخصية السيكوباثولوجية أي المضادة للمجتمع في اتجاهاتها وسلوكاتها. هذا خطير جدا أن يصبح الشخص عنده مستقبلا وكانها نواة للشخصية سيكوباتية. زيادة العزلة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، ثم الجمود أو البرود العاطفي عند البعض أمام المواقف الإنسانية، كذلك التبرير لا عقلاني للسلوكات العنيفة بحكم الحاجة والفقر والبطالة إلى آخره. على مستوى الاجتماعي الشعور بغياب الأمن عند بعض الأفراد، انتشار ظاهرة الخوف الاجتماعي نظرا لانتشار العنف بأشكال مختلفة، تبني اتجاهات التعصب والكراهية لفئة أو فئة اجتماعية معينة بسبب حالات العنف الموجودة، انتشار شعور بالشك والريبة عند التعاون مع آخرين
نظرا لانتشار عامل العنف، ثم ضعف المرض الاجتماعي للفرد بشكل عام، يعني يصبح اقل مرداديه، اقل راحه، اقل انبساطا وتقبلا واندماجا مع المحيط الخارجي، انه يحس روين عمل الاعتداء او العدائيه موجوده في مناحي الحياه. هذا تقريبا ما يتعلق بموضوع العنف. نتمنى ان شاء الله تكون استفاده جيده لكل الطلبه. الى لقاء اخر في موضوع من موضوع الفرد وقضايا الهمج. السلام عليكم.